كيف امشي وراكي وكيف اصدقك ومنين اضمنك؟ مش يمكن يكون فخ منصوب لي منك انت وبحر؟ ما انت لو مشيت ورايا هتتاكد. مش بيقولوا برضو المايه تكدب الغطاس؟ خليك ورا الكداب. ما بمشيش ورا كدابين. يمكن توصل اللي بتدور عليه. انت كده بتضيع وقت. اعرف طلباتك الاول. سالم كان متفق معايا انه يديني نسبه 10% من الفلوس، والنسبه دي كنت هسافر بيها بره مصر وابتدي حياه جديده. وانا موافق على النسبه دي. الوضع معاك مختلف. انا هسلمك سالم وبحر والفلوس واخد 25%. هم 15%، ما فيش غيرهم. اخر كلام 20، وهتساعدني اخرج من هنا بيهم. موافق، بس فين سالم وفين الفلوس؟ في حاجة بس لازم الأول تعرفها. إيه هي الحاجة دي؟ في فيديو عايزك تشوفه الأول. الفلوس دي تخص ناس تقيلة قوي يا سالم، ما تعرفش غير سكة الموت، يعني لازم ترجع. كيف تصور الفيديو ده؟ اتفاقك مع سالم كله متسجل، مقابلتك مع سالم متصورة، والليلة دي كلها معايا على فلاشة وشايلها عند حد بثق فيه، يعني عمرك ما هتعرف توصله. علشان لو جرالي حاجة أو غيرت اتفاقك معايا هتتسلم للحكومة. طبعا انت عارف النتيجة هتكون ايه. قلت ايه؟ موافق، بس فين سالم؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.